السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد. نكمل الآن الحديث عن النفس المطمئنة، نكمل الحديث عما بدأناه في محاضرة الأمس، يعني كيف يرتقي الإنسان إلى النفس المطمئنة. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن أنواع الأنفس في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. نوع الثاني النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنوع الثالث والذي ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يحاسب نفسه حتى يصل إلى منزلة النفس المطمئنة، وهي ما بينها الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفجر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من الأمور التي تساعد الإنسان على أن يصل إلى مرتبة النفس المطمئنة أن يداوم المسلم على العمل الصالح، المداومة على العمل الصالح. الآن أذكر خمسة أمور إذا يعني حافظ عليها الإنسان فإنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى يصل إلى النفس المطمئنة. المداومة على العمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الذي يمد الإنسان بالهمة على مجاهدة نفسه ويبعد الغفلة عن قلب المسلم. وكلما ازداد تمسك المسلم بالفرائض وسارع إلى النوافل كان ذلك زادا له على طريق مجاهدته لنفسه، وغذاء يشحن قلبه بالعزم والتصميم على مواصلة الطريق حتى يصل إلى النفس المطمئنة. وما دام العبد مداوما على العمل الصالح، وبخاصة قيام الليل والذكر والدعاء والصدقات وصيام التطوع ونحو ذلك من الأعمال، فإنه قادر على مجاهدة نفسه والتغلب عليها. فإذا ترك المسلم هذه الطاعات ضعف الزاد وتعثر الجواد. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن القليل الدائم من العمل خير من الكثير المنقطع، لأن من يلزم نفسه بعمل كثير قد يستمر عليه فترة من الزمن ثم يتركه ولا يقدر أن يداوم عليه. فإذا انقطع عن العمل الصالح غفل قلبه من جديد وضعف عن مجاهدة نفسه فرجع إلى سابق عهده. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي هذا يقول الحكيم الترمذي عليه رحمة الله، الحكيم الترمذي له كتاب مهم في هذا الميدان اسمه أسرار مجاهدة النفس، مما ورد في هذا الكتاب يقول رحمه الله: إذا غفلت عن النفس بعدم رياضتها فلا تأمن أن تعود إلى بعض عاداتها ما دامت الشهوات منها حية والهوى قائما. يقول مرة أخرى: إذا غفلت عن النفس بعدم رياضتها، بعدم رياضة النفس وعدم المداومة في الأعمال الصالحة، فلا تأمن أن تعود النفس مرة أخرى إلى بعض العادات السيئة التي كانت تقوم بها ما دامت الشهوات منها حية والهوى قائمة. ويقول الإمام ابن حزم، والإمام ابن حزم أيضا له كتاب مهم في علم النفس وأسرار النفس البشرية اسمه مداوات النفوس، يقول الإمام ابن حزم في هذا الكتاب: إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. يعني لو الإنسان مثلا يراود نفسه سنة وأهمل نفسه ساعة أو أهمل نفسه بضعة من الوقت ولم يداوم على مجاهدة نفسه ولم يداوم على محاسبتها، فإن إهمال النفس في هذا الوقت ربما يفسد ما قام به على مدار سنة. يعني المقصد من هذا الكلام هو أن يداوم الإنسان على رياضة النفس وعلى مجاهدتها ومحاسبتها حتى يصل إلى النفس المطمئن. العامل الثاني، احنا قلنا بأن العامل الأول الذي الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يترقى في المراتب حتى يصل إلى النفس المطمئنة أن يداوم على العمل الصالح. العامل الثاني
من عوامل المجاهدة، المجاهدة النفس، وحتى يترقى الإنسان إلى النفس المطمئنة أن يبتعد الإنسان عن مواطن المعاصي. لأن المعاصي كما نعلم كالأمراض المعدية، من جالس أهلها أو خالطهم لابد وأن يتأثر بهم ولو بعد حين. ولذلك يجب على العبد الذي يسلك طريق المجاهدة أن يلزم نفسه بالابتعاد عن كل ما يجر إلى المعاصي أو يذكر بها، وبخاصة رفاق السوء، أصحاب السوء. ممكن تكلمت عن هذا الأمر في درس الأمس. يبتعد الإنسان عن رفاق السوء ومواطن المعصية، كما يجب عليه أن يتلف كل ما لديه من وسائل المعاصي. لماذا؟ لأن هذه المنكرات وهذه الوسائل ما دامت قريبة منه فهي أسلحة بيده بيد النفس الأمارة والشيطان المتربص، وهي كالوقود إذا وضع بجانب لهب النار سرعان ما يشتد اشتعاله فيدمر ويهلك. فمن أراد لزوم طريق الطاعة وبادر إلى التوبة النصوحة عن المعاصي وعزم على مجاهدة نفسه للسير بها إلى مرضات ربه، فليجرد، خذ بالك من هذا الكلام، فليجرد تلك النفس من كل سلاح قد تستخدمه لإعادة العبد إلى طريق السوء أو تشوقه إليه. إذن يجرد الإنسان نفسه من الأسلحة التي من الممكن أن تستخدمها النفس الأمارة بالسوء للوقوع في المعصية مرة أخرى. فليجرد تلك النفس من كل سلاح قد تستخدمه لإعادة العبد إلى طريق السوء أو تشوقه إلى المعصية مرة أخرى. وأبرز دليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو حديث يعني مشهور عند الجميع، حديث قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم دل على راهب فقتله فكمل به 100، فلما دل على عالم وأرشده إلى طريق التوبة بيّن له العالم ما يعين على استمرار التوبة وعدم الرجوع عنها ويمده بالطاقة على مجاهدة نفسه. قال له العالم كما ورد في الحديث: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يتبين من هذا الكلام أن البعد عن مواطن المعاصي وكل ما يتصل بها أساس لا بد منه لتقوية داعي الإيمان في النفس والتغلب على داعي الهوى والانتصار على النفس الأمارة بالسوء. العامل الثالث هو التدرج في مجاهدة النفس، لأن العزم الأكيد على المبادرة إلى جهاد النفس لا يعني أن يجاهد العبد نفسه الأمارة في ساعة من الزمن كأنه يريد أن ينقض عليها انقضاضا حتى تتخلى عن جميع الصفات المذمومة وتتحلى بالخصال المحمودة دفعة واحدة، فإن هذا مخالف لطبيعة البشر، وبخاصة أن كثيرا من العادات والأفعال السيئة عندما يمارسها الإنسان مدة طويلة من الزمن فإنها تصبح ثابتة في النفس مستقرة فيها. العادات والمعاصي حينما يمارسها الإنسان مدة طويلة من الزمن تألفها النفس وتصبح مترسخة فيها، ولا بد من إرادة قوية وجهد متواصل وتدريب متكرر حتى تتخلى النفس عن هذه العادات السيئة وتتحول من الشغف والتعلق بها إلى النفور منها والكراهية لها. يعني حتى يتحول الإنسان من عاداته السيئة ومعاصيه إلى أعمال صالحة، هذا الأمر يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى ترويض للنفس. وأقرب مثال لذلك الطفل الرضيع الذي اشتد تعلقه بالرضاعة، لو أرادت أمه أن تفطمه دفعة واحدة فإنها لن تتمكن من ذلك وسيزداد تعلق الطفل بالرضاعة. الأسلوب الصحيح في هذا الأمر أن تحاول الأم بالتدريج وبمختلف الوسائل صرف الطفل عن هذا التعلق الشديد وإيجاد البديل الذي يستغني به عن الرضاعة، فإذا انفطم كره أن يعود للرضاعة مرة ثانية ونفر منها. يبقى إذن التدرج والاستمرار في ترويض النفس حتى يبتعد الإنسان عن العادات السيئة. وهذا الأسلوب الحكيم اللي هو أسلوب التدرج في تزكية النفس حتى تتحول من حتى تتحول النفس يعني من محبة المعصية إلى كراهيتها هو الأسلوب الذي حرم به الإسلام الخمر والربا،
وغيرهما من المنكرات التي كانت متأصلة في النفوس، حتى سارع الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم إلى سكب ما لديهم من الخمور في طرقات المدينة، بعدما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بعد أن كانوا قبل الإسلام لا يصبرون على فراقها ويمتدحونها، يمتدحون للخمر، لدرجة المعروف أنه في قسم في الشعر العربي يسمى بالخمريات، يعني الشعر الذي يمتدحون فيه الخمر وشربها. ولكن لما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه، ما كان منهم إلا أن أراقوا الخمر في طرقات المدينة. ولا شك أن النفس الأمارة عدو متربص، ولا يتم التغلب عليها إلا بالثبات وطول المجاهدة وترسيخ الإيمان وزيادة الصبر حتى تذل وتقنع. تحطيم العادات السيئة المتأصلة في النفس أشبه بالتدريب الرياضي، فمن أراد التدرب على رياضة ما كالمشي الطويل فلا بد وأن يعد نفسه لذلك بالتدريج، ولو أنه بدأ من اليوم الأول مسيرا طويلا قد لا يتمكن من إتمامه ولا يصبر عليه، فيخفق في تحقيق هدفه ويتخلى عنه وييأس من إكمال الطريق. العادة سواء كانت حسنة أو سيئة فإنها تتكون في النفس وتتعمق فيها مرة بعد مرة. يعني الإنسان حينما يريد أن يكسب عادة ما لن يكتسبها في مرة واحدة، وإنما النفس تألفها مرة مرة، ويعاني الإنسان في بادئ الأمر من الاستمرار فيها إذا لم تكن موافقة لحظوظ النفس، ولكنه مع التكرار والتدرج يألفها ويتعود عليها. فإذا أراد الإنسان أن يستأصل عادة سيئة ويزرع مكانها عادة حسنة ويزرع مكانها خلقا فاضلا، فلا بد له أولا من تقوية الهدف الباعث لذلك، ثم العزم والتصميم والثقة في النفس وعدم التردد حتى يصل إلى الهدف ويصبح ذلك ملكة وطبعا مألوفا. وقد أوضح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المعنى فقال: المزاولات تعطي الملكات. المزاولات تعطي الملكات، بمعنى أن الإنسان حينما يزاول ويألف ويستمر فإن هذه الأمور تصبح له إيه؟ ملكة. المزاولات تعطي الملكات، ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة وسجية وطبيعة، غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى بعد. معنى الكلام أنه يريد من الإنسان أن يتدرج. المزاولات تعطي الملكات، يعني الإنسان حينما يزاول العادات ويتدرب عليها تصبح له إيه؟ تصبح له ملكة. العامل الرابع من العوامل التي تساعدنا في الترقي إلى النفس المطمئنة معاقبة النفس والتشديد عليها. فإذا رأى المسلم من نفسه ميلا إلى المعاصي وتقصيرا في الطاعات ولم تطاوعه نفسه على سلوك طريق الحق، فليبادر إلى معاقبتها بعقوبة مشروعة، عقوبة مشروعة حتى تنزجر وتستقيم، وذلك كما يعاقب الأب ولده العاصي لتأديبه وتربيته، فالنفس أحق بالعقوبة والتأديب من الولد ونحوه. والمقصود مثلا بالعقوبة الشرعية إلزام النفس بشيء يشق عليها فعله بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر بالجسم أو إيذاء. أنفع العقوبات مثلا ما كان عملا صالحا من الأعمال التي تشق على النفس كالصدقة، صيام عدة أيام، قيام ساعة من الليل، وذلك يختلف بحسب اختلاف النفوس وبحسب اختلاف الشخصيات وقوة صبرها. وقد ألمح الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ذلك فقال: من الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثبات عليه أقوى من صبره عما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له على داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات. وكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر على نظرة محرمة. يعني معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن من الناس من يصبر على الطاعات ولا يصبر عن المعاصي،
وفي نوع من الناس او في نوع من الشخصيات من الممكن انه يصبر على المعاصي ولا يصبر على ليه على الطاعات. فكل انسان ادرى بنفسه وادرى بشخصيته وادرى بنمط شخصيته، ويعرف كيف يعاقب نفسه بعقوبة مشروعة حتى يجاهد نفسه، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وعلى هذا يمكن للعبد أن يلاحظ الأعمال التي تشق على نفسه فيجعلها عقوبة يؤدب بها تلك النفس إذا وقعت في معصية أو فرطت في طاعة. فمثلا إن ضيع صلاة الفجر بسبب مشقة في الاستيقاظ وترك لذيذ المنام، فليقم بإحياء ساعات من إحدى الليالي يهجو فيها مضجعه. إن قصر في حق غيره بخلا بالمال، فليتصدق ليلزم نفسه بالإقلاع عن تلك الآفة، وهكذا. فالتجديد على النفس ومنعها مما تحب لفترة محددة ترويض للنفس وتليين لطبعها وعلاج لأمراضها، وهو بمنزلة الدواء المر الذي يشربه المريض وهو كاره، رجاء أن يكون سببا في الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. العامل الخامس: ترويح النفس. كثرة المجاهدة والاشتغال بتأديب النفس وموعظتها قد يؤدي إلى السآمة والملل، ولذلك لابد من ترويحها بين الحين والآخر ببعض المباحات للتقوى بها على الطاعات. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني سبحان الله، المتحدث هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمستمعون هم الصحابة الكرام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعظهم دائما، وإنما كان يتخولهم بالموعظة. يعني يقول سيدنا عبد الله بن مسعود كراهة السآمة، يعني كراهة الملل. وأظن أن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم كانوا لا يملون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليقعد لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليبين لنا هذا الأمر على أن نتبعه. فالمقصود من ذلك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي الأوقات في تذكيرهم، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا يملوا. والضابط في هذا الأمر أو الضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. الآن نتحدث عن أمر مهم، اللي هو يعني كيف الإنسان يجاهد حديث النفس، يجاهد الخواطر التي تخطر في على عقله وذهنه. كثير من الناس احيانا بتاتي له وساوس شيطانيه، يفكر مثلا في امور من المعاصي، يفكر في 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 خواطر سيئه، فكيف الانسان يجاهد هذه الخواطر او ما يسمى بحديث للنفس؟ من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا ان الخواطر اللي هي حديث النفس لا حساب عليها ما لم تتحول الى عزم محرم ونيه وقصد. وقد نزل في بادئ الأمر على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. ففهم الصحابة عموم الآية، أو فهم الصحابة من هذه الآية يعني العموم، أن الله سبحانه وتعالى يعاقب على حتى الأشياء التي يخفونها في صدورهم ولا يتحدثون بها. لأن هذا واضح يعني من منطوق الآية أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ على حديث النفس. وشق ذلك على الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فلما فعلوا ذلك نزلت الآيات التالية، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كما أن مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى تجاوز برحمته عن الخواطر وحديث النفس ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ولا شك أن الخواطر منها ما هو داع إلى المعصية، ومنها ما هو ترغيب وهمة إلى الطاعة. ولذلك
قسم الإمام الغزالي رحمه الله يعني الخواطر إلى ثلاثة أقسام. الإمام الغزالي في كتاب الإحياء ومن من الكتب المهمة في 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 علم النفس من الناحية الإسلامية، وكذلك كتاب مداوات النفوس للإمام ابن حزم، وكذلك كتاب الحكيم الترمذي عليه رحمة الله. الإمام الغزالي قسم هذه الخواطر إلى ثلاثة أقسام، فبيقول أن القسم الأول ما يعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخفى كونه وسوسة، يعني الخواطر التي تدعو الإنسان إلى الشر هذه وسوسة. القسم الثاني ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك في كونه إلهاما، هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى أن هذا إيه يعني شيء يدعو إلى خير. القسم الثالث بيقول ما يتردد فيه، يعني ده في يعني الإنسان الممكن هو يتردد فيه، فإن من مكايد الشيطان، يعني ما زال الكلام للإمام الغزالي يقول، فإن من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير أحيانا ليستدرج العبد إلى المعصية بالحيلة ويزينها له. وبهذا التقسيم نتبين أهمية الخواطر باعتبارها البذرة الأولى التي تنبت العمل، دي بذرة العمل سواء كان عمل صالح أو عمل إيه أو عمل سيء. فالخواطر تعتبر هي البذرة الأولى التي تنبت العمل سواء كان طاعة أو معصية. وقد أشار الإمام الغزالي إلى ذلك فقال الخواطر هي المحركات للإرادات، ده كلام مهم، يقول رحمه الله الخواطر هي المحركات للإرادات، فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوي بالبال لا محالة. الأول بيبقى فيه خاطر في البال وبعد كده ليه النية بتتحرك أو العزم. فهو يقول إنما النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوي بالبال لا محالة. فمبدأ الأفعال الخواطر، يعني حتى يصل الإنسان إلى الفعل سواء كان عمل صالح أو سيئات، هي بتبدأ الأول بتبدأ أولا من الإيه من الخواطر التي تخطر في بال الإنسان. فمبدأ الأفعال الخواطر، ثم الخاطر يحرك الرغبة، والرغبة تحرك العزم، والعزم يحرك النية، والنية تحرك الأعضاء. شوف الترتيب هكذا ترتيب نفسي، ده يعني نستطيع أن نطلق عليه يعني تأصيل إسلامي للدراسات النفسية، لأن يعني هذه الأمور توصلوا إليها مؤخرا، يعني ربما يدرسونها في علم النفس الإيجابي أو من خلال التنمية الذاتية أو التنمية البشرية، ويقول لك والله العالم الفلاني الأمريكي قال ومش عارف ستيفن كوفي قال وفلان قال وهكذا. لكن باعتبارنا يعني باعتبار عندنا المرجعية الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى قوية في هذا الأمر، يعني أطباء القلوب نحن دائما نطلق عليهم في دراساتنا الشرعية والدينية أطباء القلوب الذين يعلمون كيف يداوون النفس البشرية. فبيقول مبدأ الأفعال الخواطر، الخاطر بيحرك الرغبة، الرغبة تحرك العزم، العزم يحرك النية، النية تحرك الأعضاء. فمن أراد وقاية نفسه من العزم المحرم وما ينتج عنه من فعل المعصية، يعني من أراد أن هو يقي نفسه من الأعمال اللي هي المحرمة والمعاصي، فليجاهد مبدأ هذا العزم اللي هو للخاطر أو حديث للنفس. يعني كما قلنا أن الخواطر هي للبذرة التي تنبت العمل من بعد، لأن معظم النار من مستصغر للشرر، ومن قضى على الشرر سلم من خطر النيران. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله له كلام ممتع أيضا في هذا الميدان في كتابه الفوائد، يتحدث عن ضرورة مجاهدة الخواطر لئلا تترسخ في النفس، ضرورة مجاهدة الخواطر أو حديث النفس لئلا تترسخ في النفس. فيقول عليه رحمة الله في كتابه الممتع الفوائد دافع الخطرة، أقول يعني دافع، يعني حاول بقدر الإمكان أنك أنت تبعد عن نفسك للخطرة لخطرات السوء، يعني فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، حاول أنك أنت تدفع عنك هذه الفكرة السيئة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلة، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها.
يبقى من البداية حاول انك انت ايه تنتبه لهذه الخواطر، لان الخواطر كما قلنا هي بذور يعني بداية بداية الاعمال. يقول رحمه الله: دافع الخطرة فان لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فان لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فان لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فان لم تدافعها صارت فعلا، فان لم تدارك هذا الفعل بضده يصير عادة، يصبح عادة. العادات بتكتسب بهذا الطريق، ولو أصبحت عادة يصعب عليك الانتقال عنها. هو يعني من الممكن أنك أنت تنتقل من عادة سيئة إلى عادة حسنة كما بينا، ولكن يصعب الانتقال، ولذلك ينبغي التنبه للخواطر من البداية. فالخواطر وإن كان الله سبحانه وتعالى قد عفى عنها، إلا أن الاسترسال فيها يؤدي إلى العزم المحرم حتى يوقع العبد في المعصية، ولذلك لابد من مجاهدة هذه الخواطر ومتابعة آثارها في النفس حتى تقتلع وتزول. يضاف إلى ذلك أن ملاحظة خواطر النفس والانتباه إليها يعرف المسلم بمستوى التزكية التي ارتقت إليها نفسه. نحن نريد أن نصل إلى مرتبة النفس المطمئنة كما قال الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأمين ورسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم. فكيف الإنسان يقيس مستوى التزكية الذي وصل إليه بهذه الأمور؟ يعني ملاحظة خواطر النفس وحديث النفس والانتباه لهذه الخواطر يعرف المسلم بمستوى التزكية التي ارتقت إليها نفسه. فمن كانت خواطر السوء متأججة في نفسه فهذا مؤشر خطير على مرض تلك النفس وضعفها وتسلط الشيطان عليها، وعندئذ لا بد له من مجاهدتها واتباع المنهج الإسلامي في تزكيتها حتى تتطهر من أدرانها. ولو أن العبد المسلم أقلع عن المعاصي وتاب منها، لكنه ما زال يعاني من خواطر السوء التي تدعوه إلى المعاصي، فليستعن بالله سبحانه وتعالى في مجاهدتها، لأن هذه الخواطر كما يقول علماء النفس من علماء النفس المسلمين، يعني مثل الإمام الغزالي عليه رحمة الله، الإمام ابن حزم وهكذا، يقولون بأن هذه الخواطر هي دخان المعاصي، فقد ذهبت المعصية وبقي دخانها، وذهب الشيطان وبقي ظله، ولا زال الهوى والتعلق بالمعصية باقيا في القلب الذي لم يصقل بعد. وفائدة مجاهدة هذه الخواطر هو انتزاع دخان المعصية حتى تفطم النفس عن المعصية وتنفر منها، حتى تفطم النفس، يعني فطام النفس عن المعصية كما يفطم الرضيع عن الرضاعة من إيه؟ من أمه، حتى تفطم النفس عن المعصية وتنفر وتنفر منها. وهكذا الإخوة الأحباب، يعني ذكرنا بعضا من الأمور التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يترقى في تزكية نفسه حتى تصبح هذه النفس من نفس أمارة بالسوء إلى نفس اللوامة تلومه إذا ما وقع في معصية من المعاصي، حتى يصل إلى مرتبة النفس المطمئنة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في الترقي إليها، وهي التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وما أحوجنا إلى هذه الأنفس المطمئنة، لا سيما في هذه الأيام التي عم فيها البلاء بسبب هذا الفيروس الذي يعيشه العالم الآن، وبسبب أيضا أننا مقبلون على شهر رمضان، فينبغي على الإنسان أن يدخل عليه وقد انشرح صدره واطمأن قلبه واطمأنت نفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا، ومتعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.